كافيردا فيزوز أعتقد هذا اسمه، حيث لقي حتفه في مدينة ماريوبول الواقعة جنوب شرق أوكرانيا. هذا المخرج صاحب 45 عاما كان يوثق بعدسة كاميرته منذ فترة طويلة ما تشهده مدينة ماريوبول السياحية المحاصرة. مانتاس الحاصل على شهادة في الأنثروبولوجيا الاجتماعية اشتهر بفيلمه الوثائقي عن منطقة النزاع ماريوبوليس، هذا العمل الذي عرف عرضه الأول في مهرجان برلين السينمائي الدولي عام 2016، وتم تصوير الفيلم في ماريوبول ذلك الميناء الاستراتيجي الواقع في منطقة دونيتسك الانفصالية المجاورة لروسيا. إذن هذا الخبر أمام لقي تفاعلا واسعا من طرف الفنانين وأيضا المبدعين السينمائيين سواء كانوا الأوكرانيين أو الروسيين أيضا، وكل الأحداث المتعلقة أعتقد بأوكرانيا في هذه الفترة تحتل الترند بشكل كبير. إلى خبر آخر. فعلا أمال، ننتقل إلى موضوع حينما تختلط السياسة بالثقافة فتصنع المفاجأة، هكذا يمكن وصف الظهور المفاجئ للرئيس الأوكراني.